السلام عليكم. قال آمر الاستخبارات العسكرية بعملية البنيان المرصوص العميد محمد الجنيدي إن بقايا تنظيم الدولة يتلقون دعما داخليا وخارجيا. الجنيدي أكد بتصريحات صحفية أن السيارات التي استخدمت في الاستيقافات بمنطقتي 90 و20 شرقية سرت موردة من دولة الإمارات من قبل ميليشيات الكرامة. وأضاف الجنيدي أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بوجود 300 شخص من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في الوديان جنوب سرت وبالجنوب الليبي يتحركون بالمنطقة الوسطى بكل حرية وفق قوله. أفادت مصادر إعلامية أن اجتماعا قد عقد الخميس الماضي لمجموعة من أعيان قبيلة العبيداد للتشاور حول إصدار بيان لرفض حملة تفويض مجرم الحرب حفتر. المصادر أضافت أن الاجتماع الذي عقد في ضواحي منطقة القبة غربية مدينة درنا دعا إليه مجموعة من أعيان قبائل المرابطين والحرابة التي تقطن في شرق ليبيا. وذكرت أن مؤيدين لمجرم الحرب حفتر من بعض أعيان قبيلة العبيدات أفشلوا الاجتماع وعلى رأسهم عطية بوشولاك. اعتبر عضو ما يعرف بمجلس الدولة بلقاسم قزيط أن البيان الذي أصدره أعضاء المجلس الرئاسي المقترح فتح المجبري وعلي القطراني وعمر الأسود السبت يعبر عن تصدع خطير في المجلس الرئاسي وفق تعبيره. قزيط في تصريح صحفي قال إن بعض القرارات الصادرة عن الرئاسي المقترح غير مفهومة الدوافع في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج بتعيين عبد الرحمن الطويل رئيسا مؤقتا للأركان العامة والذي أصدره الخميس الماضي. جدد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الدعوة لتخصيص 6 مليارات يورو لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية عبر الممر الليبي، مقترحا إنشاء مراكز للمهاجرين في جنوب ليبيا وفي النيجر وتشاد تديرها الأمم المتحدة. وأوضح رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي والقيادي في حزب فورستا إيطاليا المعارض بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني أن 6 مليارات، وهي نفس الرقم الذي تم التعهد به في اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي لطريق البلقان، يتعين التعهد بها بشأن الممر الليبي. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله. Thank you.